يا استاذ عبد القادر، صباح الفل. صباح الفل عليكي، صباح الفل على كل المشاهدين الكرام وعلى كل الجمهور طبعا. هو انا الصوت مش واضح بالنسبه لي قوي. صباح الفل عليكي وصباح الفل على كل جمهور النادي الاهلي. صباح الخير يا استاذ عبد القادر. كده الصوت احسن شويه. طبعا برحب بحضرتك اول مره معانا في 10 الصبح في الاهلي قراءه يعني للصحافه. خلينا بقى نبدا بالمانشيت الاول، نمشي واحد واحد كده لغايه لما نوصل لموضوع ليفربول واليكس، لان في برضو كلام كتير بيخصه. لكن خلينا نبدا بالتفاصيل الكامله، واول خبر لمؤتمر طبعا مارسيل كولر المدير الفني الجديد للاهلي، وناس كتير جدا اتكلمت وكتبت بعد كده وطلعت في برامج مختلفه وقيمت هذا اللقاء واتكلمت عن هل هم مستبشرين خير ولا لا من كولر، وهذا الرجل الذي يحمل من السي في ربما يكون الافضل في الاختيارات الاخيره او من بين الاختيارات اللي كانت مؤخرا يعني. فراي حضرتك ايه برضو في هذا الامر؟ وتاني حاجه برضو، ازاي بتشوف التعامل او استقبال الجماهير لكولر؟ وعلى الصعيد الاخر، هل هذا الرجل فعلا جاي زي ما كان بيتكلم ان هو على درايه بجماهير النادي الاهلي وبالنادي الاهلي وبتاريخ النادي الاهلي وبطموحات النادي الاهلي؟ تفضل يا فندم. هو طبعا مارسيل كولر كان اختيار طبعا موفق من اداره كابتن محمود الخطيب حتى الان، لان احنا لسه ما شفناهوش على المستوى الفني. ولكن زي ما احنا شفنا، زي ما انت كنت بتقولي من شويه في المقدمه، ان هو باين انه شخص لطيف، شخص ودود، بيعرف يتعامل كويس مع الاعلام، بيعرف يتعامل كويس مع الجمهور، بيعرف يكسب الجمهور في صفه بشكل كويس جدا، عكس مثلا المدرب السابق الاسبق يعني فايلر، نفس الجنسيه، مدرب سويسري، ولكن يعني كان تواصله مع الاعلام فيه جاف شويه، تواصله مع الجماهير كذلك، يعني لدرجه ان هو في احد المؤتمرات الصحفيه قال الكره اللي انتوا عايزينها دي في البلاي ستيشن مش في الكره الحقيقيه. نفس التصريح قاله بس بشكل مختلف خالص مارسيل كولر، لما قال ان المهم ان احنا نكسب، الاداء ده حاجه كويسه جدا، ولكن اهم حاجه عندي هو المكسب وتحقيق البطولات، لان كتير جدا من الجمهور او كتير جدا كمان من الاعلاميين لما مدرب بيكسب، زي مثلا موسيماني لما كسب نادي الزمالك 5، الجمهور وبعض الجمهور وبعض الاعلام انتقد الراجل لانه ما كسبش 6 و7 و8، لان كان الظروف فعلا سانحه وقتها ان النادي الاهلي يعمل سكور، ولكن هو الراجل في النهايه عمل برضه نتيجه كبيره جدا. لما كان بيكسب بطوله افريقيا برضه الناس كانت بتقول له طب الاداء في بعض المباريات قليل، لكن مارسيل كولر جاب من الاخر وقفل الباب ده خالص، يعني قال اهم حاجه عندي المكسب، يعني طول ما انا بكسب محدش يكلمني بحاجه. وعلى فكره يعني ده دلوقتي في اي حته في العالم محدش بيتكلم قوي عن الاداء، يعني في انديه كبيره بتلعب كوره حلوه مثلا ابرزهم يمكن مانشستر سيتي دلوقتي، ولكن اهم حاجه دايما الاداء. لو جوارديولا كسب 1-0 وعمل اداء سيء جدا، ودي حصلت كتير السنه اللي فاتت اللي كسب فيها الدوري الانجليزي، منهم مثلا مباراه امام ايفرتون كسب 1-0 والفريق كان متبهدل حرفيا وما كسبش، فجاه الراجل طلع قال ان دي واحده من اهم المباريات. فهي دي الكوره، وده اللي بيحاول يرسيه مارسيل كولر، ودي كانت علامه مهمه جدا، واعتقد دي برضو تشيل من عليه الضغوط كتير جدا، لانه ما عملش زي مدربين اخرين مثلا اول ما تولوا المهمه سواء في النادي الاهلي او في اي نادي او في اي منتخب، اول حاجه بيقولوها ان احنا جايين نطور الكوره المصريه او في البلد كده، جايين نعلمكم الكوره، جايين نقول ازاي البلد دي تلعب كوره احسن، ازاي يلعب كوره احسن. الراجل ده ما قالش كده خالص، الراجل ده قال الطبيعي في النادي الاهلي ان هو بيكسب بطولات، الاداء بعد كده الاداء طبعا مطلوب جدا والاداء مهم، ولكن مش اهم حاجه، اهم حاجه دايما هو الفوز بالبطولات. بس عندي نقطه استاذ عبد العزيز عبد القادر عفوا، لان برضه جماهير النادي الاهلي اكيد في الفتره وتحديدا الموسم اللي جاي هيبقى فارق معاها البطولات، وهيبقى فارق معاها الاجوال والسكور، ولكن لان طبعا عايزين نعوض اللي فات، ولكن برضه احنا من الجماهير اللي بتبقى طماعه، احنا عايزين عايزين نفوز، بس مش عايزين نشوف فريقنا نازل يلعب لعب مش حلو مثلا، لان بالدليل ان احنا اوقات كتيره كنا بنخرج من الماتش مثلا مش فايزين، لكن لما بنلاقي اللعيبه بتاعتنا عامله اللي عليها ما كانش في حد بيزعل من الجماهير، فده شويه ربما مش هيسعد كل جماهير النادي الاهلي. رد حضرتك على ده ايه؟ هي الحياه مراحل، يعني هو الراجل لسه جاي في اول موسم ليه، اكيد مش هيقدر يطبق اللي هو عايزه، اكيد مش هيقدر يطبق كل الفلسفه بتاعته او الافكار بتاعته. يمكن الناس اللي انا ضربته من شويه جوارديولا اول ما راح مانشستر سيتي اول موسم كان بيخسر 4-0 من ايفرتون، يخسر 4 من ليستر سيتي، وطلع مركز ثالث في الدوري الانجليزي او رابع، ففي النهايه بعد كده خلاص العالم كله دلوقتي بيضرب المثل دي. فهو الراجل لازم ياخد وقته، اول موسم اكيد لازم الجمهور ما يطلب، او اول فتره في الموسم كمان لازم الجمهور ما يبقاش مستني النادي الاهلي يلعب الكوره بتاعت برشلونه زمان او بتاعت سيتي دلوقتي او بتاعت البرازيل قبل كده.
كده لا، النادي الاهلي هيبتدي واحده واحده. النادي الاهلي عنده كواليتي من وجهه نظري هم احسن او احسن كواليتي فعلا في مصر وفي افريقيا، لان النادي الاهلي هو بطل افريقيا مرتين اخر 3 سنين. فالنادي الاهلي بالفعل عنده كواليتي كويس جدا، والصفقات اللي تم الاعلان عنها زي صفقه شادي حسين امبارح، والصفقات اللي الجمهور الاهلي ما زال منتظر الاعلان عنها في الفتره اللي جايه دي كمان هتعزز السكواد القايم في النادي الاهلي في الموسم اللي جاي. فهو راجل هيبقى عنده اوراق كتير على المستوى الهجومي، على المستوى الدفاعي، على مستوى وسط الملعب، حراسه المرمى، عنده فريق شبه متكامل او فريق يمكن متكامل مع بدايه الموسم الجديد. ولكن لسه لما يلعب مباريات اكيد طبعا، ما لسه طبعا لسه دي احنا لسه حتى البدايه ما خدناهاش يعني. خلينا نروح مع حضرتك بعد كده والحديث في المنشات الثاني عن تدريب خفيف مفروض نتكلم للاعبي الفراعنه في اول ايام المعسكر. وكنا برضو معانا خبر انا وكريم في الانترو عن موضوع المنتخب وفكره هنا القائمه طبعا المؤقته الموضوع، وكنا بنتناقش عن مستوى يعني منتخب مصر وفكره هنا الحديث ان برضو منتخب مصر مش هقول برضو فتره ما كان مش كويس، لان هو في العموم ما هواش الافضل ابدا. يعني احنا عندنا مشاكل كتيره جدا مع المنتخب، لان احنا ما فيش طموح ابدا نتحقق مع المنتخب. طموح المشاهد المصري او المشجع المصري، انت تاهلت لكاس العالم مثلا 3 مرات، 30ات و90ات واخرها 2018 في روسيا، ف مش هو ده اللي احنا منتظرينه. فاحنا عندنا ازمه كبيره مع منتخب مصر، مع ان انت عندك نوادي وعندك في النوادي اللي انت بتختار منها المنتخب محترفين عظماء جدا ولعيبه حلوه جدا في النوادي بتاعتها، بس على المستوى الدولي او لما بنيجي نلعب دوليا ما اعرفش في ايه. خليني اعرف منك برضو يا استاذ عبد القادر، اتفضل. يعني هو طبعا الفتره اللي فاتت منتخب مصر طبعا ما كانش في احسن احواله خالص، يعني حتى بدايه من بعد 2010، مش عايز اقول اخر كام سنه، 3 سنين ورا بعض ما وصلش كاس الامم، بعد كده تحصل كارثه 6-1 من غانا خسرت 2014، نروح نوصل كاس عالم 2018 فانت حصلت المجموعه، فالناس تنتقد هيكتور كوبر، ويمكن دي الحته برضو اللي حضرتك اتكلمت عنها، مش الناس كانت بتنتقد كوبر رغم انه بيكسب ووصلنا كاس عالم لكنه ما كانش بيلعب كوره كويسه، وده بعد فتره من الوقت خلاص الناس قفلت منه يعني، فالناس رفضته. لكن منتخب مصر مع كارلوس كيروش شفناه في كاس الامم بيعمل تقريبا شبه اداء هيكتور كوبر، يمكن احسن شويه ولكن ما فرقش كتير قوي يعني، وفي النهايه برده ما قدمش حاجه بالظبط. وصلنا بضربات الجزاء وسجلنا هدف او 3 اهداف بالكتير على ما وصلنا النهائي، وفي النهايه طبعا رفعات هي فيها جزء من الحظ، ولكن برده لعيبه منتخب مصر اكيد اثروا في رحلات الترجيح سواء كانت في النهائي كاس الامم او في تصفيات كاس العالم المرحله النهائيه امام السنغال. يعني منتخب مصر وفيكتوريا عنده طبعا مهمه صعبه جدا، هيلعب ماتشين جديد في الشهر الحالي امام النيجر وليبيريا، طبعا ماتشات سهله، فرق قليله فنيا على مستوى الكوره مع الاحترام طبعا للبلدين، ولكن على مستوى الكوره فرق قليله شويه. هو مختار الصعب زي بالظبط كده لما حد يجي يبدا مبتدئ يبتدي باسهل حاجه وبعد كده يبتدي يتطور، فهو عايز منتخبات سهله يقدر يطبق عليها او يقدر يتعرف الاول على اللاعبين اللي ضموه طبعا من القائمه الاوليه، لان في لاعبين لسه هينضموا المفروض للمعسكر، ويمكن دي برضو ازمه على وشك انها تنفجر في الساعات اللي جايه، لان لازم يكمل القائمه والانديه اللي لسه بتلعب في بطولات افريقيا متمسكه بلاعبيها. فقد نرى القائمه الاوليه دي هي اللي بتلعب ماتشين النايجر طبعا ونيجيريا، وطبعا هينضم ليهم المحترفين. بعد كده طبعا هيبقى في توقف ثاني في نوفمبر، ده هيبقى بتاع كاس العالم، يعني لو قدرنا نلعب فيه ماتش او ماتشين ده هيبقى اعظم حاجه ممكن نعملها. بعد كده خلاص طبعا هنقعد نتفرج على كاس العالم، لان ده نتيجه فتره كارلوس كيروش طبعا وسوء الحظ اللي حصل في رحلات الترجيح، وكذلك طبعا سوء الاداء وسوء الاعداد الفني لمباراتي بالظبط. طيب على كل حال خليني اروح مع حضرتك، لان موضوع المنتخب ده عايز له يعني ساعات للحديث عنه، وحضرتك ممكن تنورنا طبعا هنا، لان تاني هنرجع نقول هي مهمه صعبه جدا، لكن برضو هل سينجح يعني فيتوريا في فكره هنا ان هو يجعل من منتخب مصر منافس عفوا حقيقي ولا لا؟ لان لحد دلوقتي تاني احنا هنقول احنا لا نشعر بمنتخب مصر، يعني اصبح منتخب مصر او ماتشات منتخب مصر فعلا لو حضرتك جينا اتكلمنا بصراحه، وانا بحب الصراحه، ما حدش كان بيتابعها قوي زي مباريات النوادي هنا او المباريات يعني اللي هي الاهلي زمالك وات ايفر الدوري غيره، ما بنتابعهاش يعني. لو حضرتك تتفق معايا، لان الناس محبطه الى حد ما، قال لك ما كده كده يعني هنوصل لفين. على كل حال
خليني اروح مع حضرتك للخبر اللي بعد كده وهو خاص بدوري الابطال، والمانشيت بيتكلم ان برشلونه تغير التاريخ امام البايرن، وكبرياء ليفربول بيصطدم عفوا بطموح اياكس. وده اللي انا قلته برضو من شويه، فكره هنا ان اياكس يعني ما فاز في اخر 5 مباريات امام اي نادي اوروبي، راح نتكلم كمان تحديدا عن النوادي الانجليزيه مؤخرا، ويمكن ليفربول هو اللي ليه شويه الكفه الراجحه، فخلينا نعرف من حضرتك برضو. طبعا هو خلينا نبدا من ماتش اياكس وليفربول. ليفربول طبعا تعرض لكارثه في الجوله الاولى، ان هو يخسر 4 من فريق نابولي، ويبتدي ان هو يبقى عنده شك اصلا ان هو يتاهل للدور 16 في دوري ابطال اوروبا. ده طبعا تزامنا مع الاداء السيء جدا اللي بيواجهه او اللي بيعيشه او اللي بيأديه ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز، ان هو خسر امام مانشستر يونايتد، تعثر في اكثر من مباراه، بيتعادل على ارض عادي في انفيلد زي ما شفنا في الموسم اللي فات او اللي قبل اللي فات لما كان خسر 5 ماتشات ورا بعض متتاليه على انفيلد. النهارده في بدايه الموسم ما حدش يقدر يقول ان ليفربول مرشح للفوز بدوري ابطال اوروبا او ان ليفربول مرشح حتى للمنافسه على الدوري الانجليزي الممتاز. طبعا حاله سيئه جدا بيعيشها فريق ليفربول، جمهور ليفربول يتمنى ان النهارده يكون بدايه العوده للحياه، ويمكن فتره توقف الدوري الانجليزي طبعا بسبب موت ملكه بريطانيا اليزابيث ده يكون يعني شيء جيد لليفربول، ان هو يبتدي يلملم اوراقه، ويبتدي ان هو يلتقط الانفاس، ويبتدي ان هو بعيدا عن ضغط المباريات لان كان عنده كمان ماتش مهم مع تشيلسي، فبعيدا عن الضغط ده يبتدي النهارده يعني عنده فتره كويسه قبل مباراه اياكس. اكيد لازم يورجن كلوب كان عامل اللي عليه، واللاعبين برضه اللي مش مستمعين او اللاعبين اللي مش فايقين او زي ما بنقول في الكوره كده مش شايفين قدامهم، اغلب لاعبي ليفربول كده يعني الناس كتير بتنتقد محمد صلاح. محمد صلاح هو اكثر لاعب صنع فرص في الدوري الانجليزي حتى الان في بدايه الموسم. محمد صلاح السنه دي ما صنعش 6 مباريات في الدوري الانجليزي، ولكن يعني بيصنع فرص كتير جدا، بيلعب بدور شبه صانع العاب، ولكن الجناح، لان الجناح يا اما بيبقى جناح بيخش في القلب وبيسجل اهداف، يا اما جناح بيكتفي بصناعه اللعب. محمد صلاح الموسم الحالي هو صناعه اللعب، وده بتبين الارقام وبتبينه حتى مشاهده مباريات ليفربول. فنتمنى ان كمان محمد صلاح يرجع النهارده لمستوى التهديفي ويقدر يفيد فريق ليفربول امام اياكس، لان اي تعثر النهارده سواء خساره او تعادل هيحط ليفربول في ورطه كبيره جدا. بالظبط لاعب نابولي تاني بيتفوق عليه برباعيه، وهيروح هولندا لاعب اياكس على اعتبار طبعا فيكتوريا بلجن فريق سهل ممكن اي حد فيهم. على كل حال شكرا جزيلا لهذه القراءة أستاذ عبد القادر، أشكرك جدا، وإن شاء الله زي ما كنت بقول لحضرتك تنورنا مرة هنا عشان نقرأ بقى يعني استفادة أكتر الأخبار المختلفة.